السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه العروض ديال بيم اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2024. ونبغي نقول لكم هذا تذكير لهذا العرض ديالنا ديال اليوم، لانني سبق لي نزلته على القناه، ما فيها باس نعاودوا نذكروا اللي مازال ما شافش باش يستافد من هذه العروض اللي غادي تبدا من اليوم وتبقى طيله هذا الاسبوع. نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. والى عجبكم المحتوى فضلا وليس امرا ما تبخلوش علينا لايك واشتراك باش تشجعونا على اعطاء المزيد. على بركه الله نبداو بهذه التحليه اولا كريم ديسير اللي غنلقاوه من شرقي، هذه العلبه اللي جات باربعه ديال النكهات كيف ما كنلاحظوا، وفيها 170 غرام في كل علبه، غادي نلقاوها بالثمن ديال 6.90 اللي هي 140 ريال. ايضا معنا هاد ياغورت اللي الشرب، هاد الباك ياغورت اللي كيتكون من 8 ديال الوحدات، كل علبه اولا قاروره فيها 130 غرام من داناب، غنلقاوها بالثمن ديال 18.90 اللي هي 380 ريال. ايضا ضمن هاد التحليات كاين هاد الكيك اللي جاء بالشوكولا من بوند كيك، 320 غرام فيه، غادي نلقاوه بالثمن ديال 24.90 اللي هي 500 ريال. هذا الشكل لومبالاج ديالو. معنا ايضا واحد البريتزيل مقرمش ومخبوز فيه 65 غرام من اوغو، جا فيه جوج ديال النكهات مختلفه يعني مملح وبالزيتون، غادي نلقاوه بالثمن ديال 3 دراهم، 2 دراهم و 60. معنا ايضا هاد القهوه مطحونه اللي معروفه بها بيم، دائما كتجيبها هذه اللي فيها 250 غرام من لافازا، غادي نلقاوها بثمن ديال 600 ريال 29.90. كاين ايضا واحد القطع الدجاج المجمد من برو من ليزيتا برو، فيها 500 غرام في هاد الساشي، غادي نلقاوه بثمن ديال 680 يعني 33.90 درهم. كيف ما قلنا هاد العروض هي اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2024. ولا عجبكم المحتوى الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك باش يطلع لنا الفيديو، الله يجازيكم بخير. ايضا كاين هاد الكسكس زائد المعكرونه، هاد الباك اللي فيه جوج ديال لي كسكس 1 كيلوغرام 1 كيلوغرام، زائد هاد لي بات اللي فيه نص كيلو 500 غرام من النوعيه ديال فيس، غادي يلقاوه بالثمن ديال 32.50 درهم اللي هي 650 ريال من لا مارك داري. كاين هاد المارغرين اللي فيها 200 غرام، وهذا الباك تيتكون من 3 ديال الوحدات، 2 زائد 1 مجانا، في 200 غرام في كل وحده، غادي نلقاوهم بثلاثه بثمن ديال 18.90 درهم اللي هي 380 ريال. كاين ايضا هاد الحفاضات للكبار، كوش لارج بوغ ادولت من لا مارك بريما، 6 ديال لي كوش من هاد النوعيه لارج يعني الكبار، غادي يلقاوه بالثمن ديال 42.90 درهم اللي هي 860 ريال. كاين ايضا هاد سائل منظف من لا مارك ميلينا، فيه 3.9 لتر يعني تقريبا 4 ديال اللتريات، جاب جوج ديال الروائح مختلفه كيف ما كنلاحظوا، النوعيه ديال صافون دو مارسي والنوعيه الثانيه ديال لا لويفيرا، هما بجوج الكل واحد فيهم غادي يلقاوه بالثمن ديال 52.90 درهم اللي هي 1060 ريال. كاين ايضا هاد الماء معدني منكه من عين سايس، هو منكه بالحامض او لا السيترون، هاد القاروره اللي فيها لتر ونصف غنلقاوها ب 120 ريال 5.90 درهم. كاين ايضا هاد جيل الحمام او لا جيل دوش من لا مارك شابو، كل قاروره فيها 600 مليلتر، وجا فيه 5 ديال الروائح مختلفه يعني هاد اكزوتيك ياغورت اموند ديال اللوز فلورال، وكاين ايضا ديال هذا سبا، كل واحد فيهم هو بثمن ديال 10 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد مناديل رطبه للاطفال من نوعيه ديال دلع، 100 قطعه لانجيت بيبي، غادي نلقاوها بثمن ديال 10.90 درهم اللي هي 220 ريال. مازال معنا هاد قطع لحم للقطط، بولات بوغ شا ادولت
400 غرام في هاد العلبه، جات بجوج ديال الانواع ديال اللحم والدجاج، غلقوها بالثمن ديال 8 دراهم و90 اللي هي 180 ريال. هكا غادي نكون وصلنا نهايه العرض ديالنا ديال اليوم. الى عجبكم المحتوى فضلا وليس امرا شجعونا باللايك وبالبارتاج باش تعم الفائده. جزاكم الله كل خير، والى فيديو قادم باذن الله.